ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستأذن الإخوة في أن أذكر كلمتين قبل أن أجيب على الأسئلة. فهناك أمور الحقيقة أردت التنبيه عليها لمسيس الحاجة إلى هذا الأمر. ومن هذه الأمور أن أنبه طلاب العلم إلى وجوب التثبت مما ينشر في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مما ينسب إلى أهل العلم وطلاب العلم، فإن أهل الباطل يستخدمون هذه الوسائل لخداع عامة المسلمين بنسبة الباطل إلى أهل العلم، ولربما استخدموا هذا أيضا في التحريش بين طلاب العلم. ومما وجدناه أخيرا أنهم يعمدون إلى التسجيلات الصوتية لأهل العلم فيقومون بتقطيعها وترتيب الكلام حتى يظن السامع أن أهل العلم يقرون هذا أو يمنعون هذا، وليس الأمر كذلك. فبعضهم يأتي مثلا لكلام شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان ويأخذونه ويبترون منه ما شاءوا ثم يركبونه كأنه كلام متصل، فيأتي السامع فيقول أنا سمعت الشيخ صالح الفوزان بصوته يقول كذا. والحقيقة أن الصوت صوت الشيخ صالح الفوزان ليس مزورا ولا مقلدا، وأن الكلام كلامه لكنه ليس بتمامه بل محرف، كما يستخدمون هذا في تشويه صورة بعض طلاب العلم فيركبون من كلامه كلاما لا يرتضى ويقولون انظروا فلان ماذا يقول، وإذا سمع الصوت فالصوت صوت طالب العلم. فينبغي أيها الإخوة أن نحذر حذرا شديدا في التعاطي مع هذه الوسائل الإلكترونية، وألا نأخذ إلا من المواقع الموثوقة كالمواقع الشخصية الآمنة للمشايخ أو نحو هذا، وأن نتنبه لهذا الأمر، فإني رأيته يزداد في هذه الأيام.